جهود متواصلة تتبناها الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين على رأس تلك الجهود تأتي المبادرات الرئاسية كأحد أهم أوجه الرعاية الاجتماعية ومن ضمنها مبادرة كتف في كتف والتي تتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك تعددت المبادرات الرئاسية لحماية الفئات الأكثر احتياجا لتنتقل من مبادرة إلى أخرى القاسم المشترك بينهم توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين فمن مبادرة وصل الخير إلى مبادرة كتف في كتف تتواصل جهود التحالف الوطني وفي ظل ارتفاع الأسعار العالمية وتداعيتها السلبية على الاقتصاد المصري ظهرت حاجة ملحة إلى توحيد جهود مؤسسات الدولة من اجل رفع وتعزيز برامج الحمايه الاجتماعيه، ولذلك كانت هناك حاجه ملحه لاطلاق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في الثالث عشر من مارس عام 2022. التحالف يشارك في نحو 32 مؤسسه من مؤسسات العمل الاهلي التنموي في مصر. والتي تعمل في مختلف مجالات التنميه على تنوعها سواء كانت خدميه وصحيه وكذلك توعويه وتعليميه وعمرانيه وغيرها التحالف يعمل بصوره اساسيه للقضاء على ازدواجيه المنفعه وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الاعباء عن المواطنين عبر حزمه من المساعدات النقديه والعينيه التحالف يستهدف ليس فقط تقديم المساعدات العينيه والنقديه وانما العمل على مراعاه كافه حقوق الفئات الاولى بالرعايه والاستثمار في اطفالها بدعم المشروعات الصغيره واصحاب الحرف اليدويه بفتح ورش عمل تضمن دخلا يمكنهم من الانفاق على اسرهم لتشارك بشكل ايجابي في سوق العمل والانتاج وبدا التحالف الوطني عمله في شهر رمضان الماضي مع اطلاق مبادره وسط الخير واحد والتي قدمت الدعم والمساعده لثمانيه ملايين اسره وبعد النجاح الذي حققته وصل الخير واحد بدأ التحالف في العمل على وصل الخير اثنين بعد أن أشاد الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية بجهود التحالف وحاليا ومع اقتراب شهر رمضان جاءت مبادرة كتف في كتف كأداة ممتدة لمبادرة وصل الخير تعزيزا لبرامج الحماية الاجتماعية ولتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية وكذلك للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالميه